أي بنات قديش مرة متحمسة. هذا المنتج آخذ براءة اختراع، تدروا ليش؟ لأنه يقول لي كل واحدة سوت سحب لون وشعرها صار مرة تالف ومقصف من الأطراف، أو شعرها صار أصلا مقصف لحاله من سشوار، أو أنه صبغته شعرها مرة نشف وجف وقالت خلاص أنا لازم أقص الأطراف. يقول لك أول شيء جربيني، تخيلوا معي إيش بيسوي الشعر الطبيعي اللي جاف جفاف طبيعي عادي، يعني ما فيك شيء، ما سويتي صبغة، ما سويتي ولا حاجة واستخدمتي، تخيلوا النتيجة. النتيجة في الحالتين تجنن، بنزل لكم الفيديو شوفوا بعينه. Use this for 4 minutes and then condition. So I'm gonna go shampoo my hair and I'll be right back. Not using conditioner felt extremely wrong, but I'm gonna trust the process. And I'm gonna towel dry because you're supposed to apply it in damp hair. Let's take this off. Oh, this is the shirt I'm using, by the way. My favorite show ever. Oh. Now I'm supposed to use one pump and then use more as needed. So I'll start with one, but I may need two. It's new, so I don't know when it's gonna come out. There we go. One pump. I saw a video where you're supposed to rub it together and then let it get all emulsified in your hands. It's happening. Okay, now I'm supposed to rake it through my hair. I think I need one more pump, blue. That pump was for the back of my head because the back of my head gets so freaking frizzy. This actually feels so amazing in my hair, I'm not even kidding. It smells so good. You're supposed to let it sit for 4 minutes and then continue your pump. I saw a video where you're supposed to rub it together and then let it get all emulsified in your hands. It's happening. Okay, now I'm supposed to rake it through my hair. I think I need one more pump, blue. That pump was for the back of my head. Because the back of my head gets so freaking frizzy. This actually feels so amazing in my hair, I'm not even kidding. It smells so good. You're supposed to let it sit for 4 minutes and then continue your wash day routine, like adding conditioner. But some people say they don't even need conditioner after using this, so we'll see. This is also supposed to repair your hair in 4 minutes, and my hair isn't damaged, but it's extremely dry because it's curly, so I want to see if it helps with that too. Look at my hair. Look at my hair. Look at my hair up close. Are we seeing the same thing? It looks phenomenal. Sorry, but you need this. أهم حاجة بنات عشان يعطيكي نتيجة مرة حلوة تحطي شامبو حقك العادي بس ما تحطي بلسم. أهم حاجة بنات عشان يعطيكي نتيجة مرة حلوة تحطي شامبو حقك العادي بس ما تحطي بلسم. الشيء الثاني لما تطلعي من حمامك ما يكون شعرك مغرق موية أو قاعد يقطر، لا يكون خلاص مرة تماما ما يقطر من موية، يعني أنت عارفة إنه هو رطب بس مو مبلول يقطر، فهمتوا؟ الشيء الثاني لما تطلعي من الحمام حاجة لما تجي تحطي الضغطة الأولى بيدك لازم تفركيها بيدينك الاثنين عشان تفاعلي الفيتامين إي اللي موجود فيه، يعني هو يشتغل كذا لازم تفركيه أول حاجة بيدينك الاثنين بعدين تحطيها على شعرك توزعيها على شعرك ضغطة إلى ضغطتين وطبعا حسب طول الشعر مرة يعدل الإصلاح. تخيلوا ما استخدمته للآن مرة زعلت، حميت كل شيء عشان أحطه فما حطيت بلسم، فلولو صحيت وتعبانة شوية عندها احتقان رجعت نومتها أطايف شعري لقيته نشف مرة مرة نشف، وأنا إذا شعري نشف وبللته لازم استحمى ثاني يوم، ما أقدر كذا يعني أخليه، يعني ما أحب شغلة تبلل شعري مرة ثانية، أحس لا مرة بسرعة يدهن. كمية المدح عليه مو عادية، أنا حاسة إنه مرة حينفع مع شعري. اللي يسأله هو يخلي الشعر كيرلي؟ لا بنات، هو من كثر ما يرطب الشعر يشلك إحساس الجفاف ويغذي الشعر فيرجع الشعر لطبيعته، تروح النفشة، يروح التقصف، يروح الجفاف اللي تحت، كله هذا يروح، تحسوه كذا كأنه يرمم الشعر التالفة. مو تمر علينا أيام شعرنا من تحت يكون الأطراف مثلا نضطر نقص قد كذا أو نضطر نقص حتى أحيانا مرة كثير بسبب إنه الأطراف مرة مشوكة، يابسة، جافة، ومهما نحط بلسم ماسكات يصير منظرها مو حلو. إذا جينا عملنا لفات للشعر إذا شعرك مقصف من تحت لو ما ادري ايش تسوي يعني انا ما ادري انا ما اعرف عنكم بس انا عني صراحه تفك تصير تفك معايا لفه الفير مره بسرعه، عكس اذا قصيت شعري من الاطراف وفيرت مره تصير اللفه حلوه وثابته. فانا بجرب هذه الفتره هذا المنتج خصيصا، يعني انا بخليه مو بس مو شرط لي كل شعري بس انه اهم حاجه الاطرافي اني انا ما اضطر اقص كل فتره. مثال انا انسانه مره استشعر كثير فما احتاج اني انا خلاص كل فتره اقص اطرافي، بالعكس احس اني انا ابغى منتج يرمم لي هذه الاطراف يعالجها بدل ما اني انا اقعد كل مره اخذ 3 اصابع 4 اصابع من شعري واقصها.
في ناس تحسب انها تبي تعامله معامله بديل الزيت. بقول لكم حاجه، اذا انك انت عامله سحب لون لشعرك واتضرر مره يعني من فوق الى قدام، اوكي استخدميه من الجذور الى الاطراف بدون الفروه، تمام. لكن اذا انا مثلا زي شعري، انا ما اسوي سحب لون، ما اسوي له حاجه، شعري ما شاء الله تبارك الله من يعني كويس من هنا، بس انا عندي من القصه من البدايه، بس مشكلتي انا النهايه، الاطراف عندي تقريبا شبر وشويه جافه تجف مره مع السشوار، فحصير خلاص اكون فوكس على المنطقه هذه، يعني ما يحتاج ان انا احطه من كل شعري، بيخلص معي في اسبوع.